إيش هالآية اللي سمعتها؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أنكم إلينا لا ترجعون. متى سمعتها؟ قبل تقريبا أسبوعين. من مين؟ من الشيخ منصور. وش سويت؟ غيرت أشياء كثيرة، شيء عظيم. قبل كم تقريبا؟ قبل أسبوعين؟ أسبوعين. سمعتها ليل نهار؟ لا، في الليل على تقريبا الساعة 3 الفجر. كنت على اليوتيوب، كنت أشاهد المقطع، تغير فيني شيء عظيم. حسيت شيء رهيب. وبعدها في الأسبوعين هذه حاولت أعدل من وضعي. كيف أقبلت على القرآن ولا باقي؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. عمرك ترى محسوب، يكفي كفانا ردد بصوت مغلوب، ارحمني يا الله. املأ زمانك وعود لا تلقاه، ما يخيبك حاشا تفرج بعونه. املأ زمانك وعود لا تلقاه، ما يخيبك حاشا تفرج بعونه.